والله يسلمك. يلا قلنا بريد بلدتنا تضل نظيفة. نحن بنطلع كل يوم الصبح بكير الساعة 7 الصبح على شغلنا، بنشتغل مشان بلدنا تضل نظيفة، عشان إذا أجى لعنا حدا بلدتنا تضل نظيفة. نحن عم نشتغل أجر وأجرة، صحيح رواتبنا قليلة بس تعودنا على شغلنا هذا. نحن بنرد بلدنا تضل نظيفة مشان البلد تكون، مشان أمراض، مشان كذا، مشان كل شيء فيها، إيش في أمراض، إيش في كذا، ما يصير عنا أمراض، والحمد لله رب العالمين. نحن عمال النظافة فريق واحد، ايد وحدة، بتجمعنا المحبة، بتجمعنا كل شيء، نحن اخوة. نحن عمال النظافة بننبسط وقت بنشوف مثلا عدينا من الشارع شلنا القمامة منه ونظفناه، بننبسط وقت بنعدي فيه مرة ثانية بنلاقي ما بنلاقي فيه وسخ وما بنلاقي فيه شيء وسياني، مثلا بنروح على غير مناطق بنلاقي وسخ كثير وكل شيء، بنجي على ضيعتنا بنلاقيها ضيعتنا نظيفة، بننبسط انه بتضل ضيعتنا نظيفة نحن، صحيح أجر ضعيفة بس بننبسط انه وقت بيكون بلدنا نحن نظيفة، نحن أجر وأجرة. أجرنا من عمال وأجرنا على الله. نحن المجلس المحلي في بلدة إسقاط أطلقنا مشروع النظافة لإظهار جمالية البلدة، وهذا المشروع يهدف إلى إظهار جمالية البلدة ومنع انتشار الأمراض بسبب تراكم النفايات والقمامة. ونحن كمجلس يعني نتابع هذا العمل، والعمال هم من سكان البلدة والعمال يقومون بواجبهم على أكمل وجه. ونحن كمكتب خدمات يعني يوجد لدينا بعض العوائق التي تجعلنا نكمل المشروع بشكل أوسع وبشكل كامل، يعني كمثلا عمال النظافة يعني لا يوجد لديهم اللباس الخاص في عملهم، يعني حتى الأحذية لا يوجد لديهم أحذية لهذا المشروع هذا العمل، وهم رغم ذلك متابعين عملهم ومصرين على متابعة العمل بشكل جيد.